قدامي هنا ما كملت، خليه يروح او خليه يسوي اللي يبغاه عشان الكاميرا او عشان يد واحده. ركبت قدر المستطاع، حتى الكتف الخارجي خليك يدخل، ثم رجعت الوضع. الاهم اثناء الاختلاف هو الحصان وليس الجوال او المشاهد او انت. الحصان يبغى التحكم، ما تحكمت فيه بيخرب مع الوقت. هاي والله هاي والله هاي والله هاي والله ديس 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 هاي والله هاي والله هاي والله هاي والله ديس 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 هاي والله هاي والله هاي والله هاي والله هاي 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 والله هاي والله هاي والله هاي والله ديس 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 هاي والله هاي والله هاي والله هاي والله هاي 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 ديس 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 هاي والله هاي والله هاي والله هاي والله هاي 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 والله هاي والله هاي والله はい。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 
لاحظ هنا رجع على الخبر بخثع وانا اطلع الكاميرا ما اختل توازني ولا فقط التحكم فيه. هذه هضبه طويله بديت التصوير اصلا وانا هادف اصلا طلعت جوالي وشغلت الكاميرا وهو اصلا يهدف او يخب. لاحظ هضباته اول المرات او اول الخبات تقول هذه يبغى له سنه عشان يهدف هضبه مضبوطه. وهاك مره بالاسبوع حرفيا مره بالاسبوع يطلع من الاسطبل باقي كله في بدوكه واركب الخيل الثاني ما يطلع من بدوكه الا مره بالاسبوع فقط. طبعا كنت تركب يوميا بكل وضع مختلف. ومع ذلك لازم يهدف كان يهدف له اشهر او له اسابيع. يعني تعمل معه صح لو حركته في البدايات بسرعه بس خطا خليته يروح خليته يشنع خليته يقمص ضربته وتحرك بسرعه بس على غير سنع في الحاله هذه اما انه يحرن يرفض الحركه تماما او يتحرك ويحوسك يتحرك ينطلق يتحرك يقمص يتحرك يلعب فيك الى اخره.